للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري. مهندس شحتة، بعد التحية، أهمية أن يتطرق الرئيس السيسي إلى هذا الحوار ولهذا المشروع، مشروع الدلتا الجديدة، في كلمته اليوم. أهلا بك يا فندم وبالسادة المشاهدين. هو في الحقيقة احنا يعني الدولة دلوقتي، احنا زي ما حضرتك عارف، احنا عندنا عجز شديد جدا في الموارد المائية بتاعتنا مقارنة بالاحتياجات بتاعتنا، وبالتالي احنا بنعيد استخدام كل قطرة مية، مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج، على اساس ان احنا نعمل مجتمعات جديدة وتنمية في مناطق جديدة، ونقدر ننقل يعني السكان من الوادي للمناطق الجديدة. وزي ما حضرتك اشرت او فخامه الرئيس اشار ان الدلتا الجديده احنا في 6 مليون متر مكعب ميه صرف صحي كانت بتلقى في بحيره مريوط، وميه صرف زراعي كذلك. كل الميه ديت هيتم تجميعها وتوصيلها لمحطه معالجه ثلاثيه. المحطه دي هتبقى عند منطقه الحمام والعلمين، هيتم بيها اضافه مجتمع جديد، مجتمع تنموي جديد، على اساس ان احنا نسحب السكان من الوادي للمناطق الجديده. المجتمع هيبقى زراعي صناعي، وتقريبا هو يعني قريب من الساحل الشمالي. طبعا المشروع ده مشروع على غرار المشروع اللي هو بتاع شرق الدلتا، اللي هو تنقيه ميه بحر البقر اللي هي هتعدي من اسفل قناه السويس. نعم. ويتم اضافه مساحات بيها في منطقه سيناء. نفس المشروع تقريبا صوره منه في منطقه غرب الدلتا والحمام والعلمين والضبعه. يعني من المقرر خلق دلتا موازيه للدلتا القديمه. الدلتا دي هتقوم على اعاده استخدام المياه بعد معالجتها، وبعد استخدامها مرتين ثلاثه في الشبكه الترع والمصارف، في النهايه لما بنتخلص منها ونرميها في البحيره او في البحر، هيتم معالجه المياه ديت واعاده استخدامها في المشروع الجديد. بالاضافه للمياه اللي احنا هنعالجها معالجه ثلاثيه دي، في برضو اعتماد لجزء من المساحه المقرره في الدلتا ديت على المياه الجوفيه، ونظرا لان المياه الجوفيه ده بتاعتنا يعني مورد غير متجدد، فاحنا بنتعامل معاه بحساسيه شديده جدا. نعم. لان احنا طبعا عشان نسد العجز بتاعنا، المياه الجوفيه دي على اعماق كبيره بتتعدى كيلو تحت الارض، وبالتالي بتطلب رفع المياه ديت تكلفه عاليه جدا لرفع المياه عن طريق الطاقه، سواء طاقه كهربائيه او طاقه نووية أو طاقة شمسية أو مصادر الطاقة المختلفة، وبالتالي الاعتماد على المياه الجوفية في التنمية بيكون محدود جدا وفي أضيق الحدود. لكن احنا مضطرين لهذا لأن احنا زي ما حضرتك عارف مواردنا يعني تقريبا تتناقص نظرا للزيادة السكانية اللي موجودة، واحنا عشان نقدر نوفي الزياده السكانيه ديت ومن خلالها مجتمعات جديده بتضطر الدوله تعمل المشاريع ديت، على اساس ان الزياده السكانيه دي لو احنا ما استوعبناهاش بتعمل خطوره. نعم. ان حضرتك الهجره الغير شرعيه. نعم. بتبتدي الناس تتوجه للغير الهجره الغير شرعيه، برضو ممكن الناس دي الزياده السكانيه لو احنا ما عملناش لها مجتمعات واستوعبناها، ممكن كالجهات المتطرفة تستقطب. نعم. أنا بشكرك يعني بشكرك شكرا جزيلا المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، كنت معنا عبر الهاتف. بشكرك شكرا جزيلا.